في خطوة جديدة لتعزيز موقف المعارضة السورية التي تسعى لتأمين خطوط إمداد للعاصمة دمشق، قال النشطاء إن المقاتلين استولوا على قاعدة للدفاع الجوي يوم السبت قرب الطريق الدولي السريع في جنوب البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قائد القاعدة 38 دفاع جوي في بلدة صيدارة فريق دمشق عمان السريع قتل بعد معارك استمرت أسبوعين. واتقوا القاعدة في درعا وهي محافظة متاخمة للأردن، كانت مهدا لاحتجاجات سلمية ضد الرئيس بشار الأسد قبل عامين تحولت إلى انتفاضة. وأضاف المرصد أن مقاتلي المعارضة سيطروا أيضا على عدد من المواقع العسكرية على الحدود الأردنية السورية. ولا يمكن التأكد من صحة تلك المشاهد من مصدر مستقل. وتعني هذه التطورات سيطرة المقاتلين على حوالي 25 كيلومتر من الحدود المتاخمة لمرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، وقد تؤجج التوترات في منطقة عسكرية حساسة. وفي دمشق دفنت شخصيات سورية بارزة جثمان رجل الدين المؤيد للحكومة محمد البوطي يوم السبت في موقع إلى جوار قبر القائد المسلم الشهير صلاح الدين الأيوبي، ما أثار غضبا بين النشطاء المعارضة. وقتل البوطي الإمام الذي عينته الحكومة للمسجد الأموي الأثري مساء الخميس في تفجير استهدف مسجدا في نفس الحي، أسفر عن مقتل 49 شخصا آخرين على الأقل. وكان البوطي يعتبر من العلماء البارزين وله مكانته في العالم العربي، لكنه أصبح محل جدل عندما أعلن التأييد للأسد في الانتفاضة التي تشهدها سوريا منذ عامين. إسلام براجة، روجرز.